الدراما إلى المصرية ليس إلى ما كانت عليه، بل على على المستوى الذي كانت عليه. هنبدأ من النهاردة هذا المشروع المقصود به حماية الدراما العربية. احنا المفروض بنعمل توجيه سواء مباشر او غير مباشر عن طريق الدراما اللي بنقدمها، يبقى لينا موقف ووقفة واضحة، ونوجه رسالة مباشرة للحاكم للرئيس السيسي بحكم ان هو الوحيد القادر في اللحظة دي الراهنة دي ان هو يصدر قرار. النهاردة الدراما التلفزيونية بقت تقريبا رقم واحد في تثقيف الإنسان المصري، يعني وزارة الثقافة ضعيفة الإمكانيات وجهدها، يعني مهما كان جهدها مش هتقدر تصل إلى كل الناس. السينما تراجعت، المسرح تراجع، المكان اللي بيصنع وجدان الناس الآن هو الدراما التلفزيونية. فإن الدراما التلفزيونية تبقى قلة أدب، تبقى وقاحة، تبقى مفاهيم خطأ، هذا يعني أنك أنت بتقضي على وجدان الشعب المصري كله. وفي رأيي أن إحنا لو حصل هذا مش هنعرف نعمل اي حاجة. النهاردة بنناقش قضايا عديدة في الجمعية العمومية بتاعتنا، من ضمنها ظاهرة انسحاب الكتاب هذا العام من الاعمال الدرامية بعد ما يكونوا ابتدوا فيها، وهل ده ليه اسباب متعلقة بسيطرة النجم على العملية الانتاجية دلوقتي، ولا ليه علاقة بغياب الدولة عن الانتاج. السنة دي حصلت في اكتر من مسلسل، حوالي 4 أو 5 مسلسلات انسحب المؤلف، بعد ما بيكتب حلقات انسحب المؤلف. فانسحاب المؤلف ده شيء جديد، يعني انت صاحب الكلمة وأنت المفروض أن البداية بتكون من عندك والآخرين يتبعونك، فماذا حدث؟ أنا شخصياً ما بعرفش أتعامل مع ده، يعني ده شيء لا أستطيع أن أحتمله وما عملتش أبداً، لم يحدث، مع أن أنا اشتغلت مع أكبر النجوم اللي ممكن يتخيل الناس أنهم كده زي نادية جندي وزي عادل إمام، هذا لم يحدث معي البتة خلاص. لكن أنه بيحصل دلوقتي هو ده معناه أن فيه ثمة انهيار في حاجات كتير قوي، زي ما في انهيار بقى في الزراعة، في محاولة دلوقتي لإقامة الدولة مرة أخرى. من ضمن الحاجات التي يجب أن تقوم مرة أخرى هي الدراما، وهي السينما كمان، يعني فاهمني. وبالتالي على الدولة أن تلعب دورها حقيقة في هذه المشاكل، يعني وأعتقد نحن النهاردة مجتمعين عشان نستصرخ الدولة أن تعود مرة أخرى إلى دورها، في لأن هذه هي الصورة لمصر.